مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي مس ويف. هذا الفيديو حأحكي فيه وحيكون فيديو كتير قصير، بس حبيت أعمل الفيديو لحال. هذا الفيديو حنعمل بس داير للمربعات. اللي حابة تعمل داير للمربعات عشان تعمليه بطريقة صحيحة، مثل ما شايفين هون أنا على الرقم 2 عملت داير للمربعات، فبصير معي أرطب. وكمان لما بدي اعمل انا التشبيك بالمربعات التسعة اللي معي اياهم هيسهل علي التشبيك، وهكون عارفة مظبوط انا وين عم بفوت. فحبيت اعمل هيدا الفيديو حتى اللي حابة تشبك ان شاء الله اكيد بدنا نشبكها وتصير بطانية. شو كيف نشبك مثلا فيها؟ انا هون معي المربعات يلي عاملتهم، البطانية المربعات الغير ألوان. مثل ما قلت لكم أنا صار عندي بطانيتين، لأن عم بشتغل واحد جرب الباترون وواحد أمام الكاميرا. فهيديك شبكتها وخلصت. إن شاء الله بفيديو التشبيك اللي بعد هيدا أو اللي بعد بعده حأرجيكم إياها. بس بدي هلأ لكم، هلأ معنا هيدا المربع لنقول أوكي. هيدا السايد اللي هون نحنا بلشنا ب 52 سلسلة، بس المفروض يكوننا نعمل 51 غرزة حشو هاي يلي بالعرض، وبالطول لازم يكون معنا 59 غرزة حشو هاي اللي بالطول. اوكي هيدا السايد اللي هون اكيد حيكون بارلل لهيدا، يعني هون 51 حشو وهيدا السايد حيكون بارلل لهيدا. كمان نعمل هون 59 غرزة حشو. عنا هول الغرز هون 59 وهول 51. عنا زاوية هون حتكون مشتركة بين هيدا السايد اللي بالطول هون وهيدا السايد اللي بالعرض هون. كيف يعني؟ انا هلا بعد شوي حاعمله تطبيقي يعني قدامكم، بس هون عم بوضح شوي على الورقة. هاي الغرزة المشتركة اللي هون لنقول هون في غرزة حشو وهون في غرزة حشو، نعمل بيناتهم 2 سلسلة او 3 سلسلة حسب ما انت بتحسي زابطة معك. فالغرزة هون في غرزة مشتركة هيكون فيها حشو 2 سلسلة حشو، هاي بس حتى نبرم لنصير بهيدا الجنب. ونفس الشي هون نعمل حشو 2 سلسلة حشو بنفس الغرزة حتى نبرم لهيدا الجنب، حتى نحصل على أطراف متساوية الأضلاع ومتساوية الغرز، حتى بس نحطهم هيك على بعض نشبك بطريقة كتير سهلة. فبس حبيت أوضح أنا هاي النقطة. هأعمل تطبيق قدامكم، هأخذ هيدا اللون. اوكي أنا بلشت بهيدا السايد، بدي كمل بس لأرجيكم شو بعني بزاوية مشتركة. أنا كنت عم بعد معي 51 لازم يطلع، وأكيد بس خلص بدي أرجع عد. بس هيدا الجنب اللي فوق، هيدا الجنب اللي من فوق سهل كتير لأنه معروفين الغرز. هيدي الغرزة يلي حتكون مشتركة هي آخر غرزة حشو عملناها، فبدي فوت فيها أعمل غرزة حشو أعمل 2 سلسلة وارجع فوت بنفس المكان واعمل كمان غرزة حشو. هيدا الشي كون لي زاوية. انا كنت مبلشة باول غرزة حشو هون، حتكون سهل لانه نحنا نهينا فيها من القفا. فعملت حشو 2 سلسلة حشو، عدت من اول حشو من هون 51 لازم يكونوا مع هاي هون. هلا عملتها قدامكم حشو 2 سلسلة بنفس المكان حشو، حكمل ارجع هيدا الجنب كلياته 59 حشو لازم يكون معي، هعمله وارجع. هلا صرت انا هون 50 غرزة لازم يكونوا 59، هاي 51 52 53 54 55 56 57 58 هون عند آخر غرزة هاي 59. هلأ المفروض عند 59 أعمل 2 سلسلة وعلى نفس المكان
فوت واعمل غرزة الحشو بهيدا الشكل. بدي هلأ اجي من تحت يعني. هلأ هون ما تحسوها كتير صعبة، ليش؟ لانه شايفين كل مطب عنا اياه بدنا نفوت بكل مطب ونعمل غرزة حشو، فكمان كتير واضح اسفل المربع انه حفوت انا بكل مطب. هي مثلا اذا ما بعرف اذا واضح، هاي عندي هم مطاب وهم مطاب وهم مطاب، انا عم فوت تحت كل مطاب وساوي غرزة حشو. فبس عدون حيكونوا معي 51 غرزة حشو. بهيدا الشكل تحت كل مطب عم فوت واخد غرزة حشو. هكمل لنهاية لأوصل للزاوية التانية وارجع. اوكي وصلت هلأ ل43، هكمل 44 45 46 47 48 49 هاي 50 هاي 51. هعمل سلسلتين وابرم هيدا. هلأ الجنب اخر جنب هعمله محل ما الغرز اللي عملت فيها اخر حشو كان 51، عملت سلسلتين بدي فوت بنفس المكان واعمل حشو حتى ابدأ السطر الجنب اللي على اليسار. بدي اعمل 59 كمان واوصل واعمل منزلقة بمحل ما بدأت بالزوايا. فهيدا كان، انا حارجع اكملهم بعد شوي. فهيدا يلي حنعمله حنطبقه بالمقلوب حملته. فهيدا اللي حنطبقه حرجعه انا عند اصحابه. هكمل المربعات كلها. هون عملت للرقم 7 خلصته، والرقم 1 كمان خلصته، ورقم 2 كمان عم باخد عشوائيا وبشتغل. ف هذا اللي حبيت احكيه واشرحه. اوكي ان شاء الله تكون قدرت توضح يعني الفكرة. اذا انه كانت واضحة اكتبولي، واذا ما واضحة كمان اكتبولي حتى اعرف وارجع مثلا بفيديو اللي بعده التشبيك ارجع امرق عليها للفكرة. اوكي مثل ما قلت لكم فيكم تعملوا بنفس اللون، انا حاعمل نفس اللون يعني الازرق حاعمل له ازرق، والموف موف، والاورنج اورنج، يعني حالتزم بالالوان لانه اصلا بقي معي شوي من كل كب كوب. ف هيدول مثل خيوط متبقيه حاستعملهم. اما التشبيك الكلي بين المربعات حاستعمل لون الابيض او الاوف وايت، يعني ما بعرف لشوف اي لون حاركز وحساوي. فان شاء الله هيك يكون في وقت حتى اقدر نزل فيديو التشبيك ونشبك. انا بس بدي اعمل الدواير لكل المربعات، بدي اعملهم وان شاء الله بس اعملهم وخلص بينزل فيديو التشبيك. حيكون بغرزة كتير حلوة، وصممت اخر شي يعني بس نعملها ونجمعها للبطانية ونشبكهم كل المربعات، نشبكهم كلهم ببعض. عملت تزيين كتير حلو وبسيط كتير، ويعني هيك مثل صممت هيك شي بسيط الكل بيقدر يطبقه، كمان حطبقه بفيديو التشبيك. فهيدا الفيديو بكون خلص لليوم. انتظروا الفيديوهات الباقية كلياتها لها علاقة بهيدا المشروع، وكتير متحمسة شوف تطبيقاتكم. ما تنسوا تبعتوا لي اياهم على الهاشتاج مشروع مربعات الارقام ويف، وتابعوني على الانستغرام كرافتس باي مس ويف. كمان حيكون في لينك للانستغرام تاعي بصندوق الوصف، والبي دي افات ان شاء الله كمان بتلاقوها تحت كل فيديو. ومن هلا لوقتها بدي اقول لكم باي باي.